السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم بدرس جديد. صراحة هذا الفيديو أنا أعتبره أهم فيديو أنت تشوفه، لأنه جدا مهم، جدا جدا مهم طلاب الأبطال. ليش أستاذ؟ شنو السبب؟ شنو الفكرة أنه هذا مهم؟ هذا الفيديو مهم من الأول متوسط إلى السادس الإعدادي. ليش؟ لأن هذا يعلمك أدوات السؤال. أستاذ أنا أعرف أدوات السؤال. لا، أنت ما تعرف أدوات السؤال، أنت تعرف الوات ماذا والوير اينه بس، ذن حافظهن، ما حافظ البقية. اليوم اريد انطيك اهم فيديو يفيدك بادوات السؤال وبعض الامور المهمة. يلا وياي يا بطل، شد لحيلك، حط لي دفترك وقلمك وتعال خلينا نحفظهن انا وياك هسه اريد نحفظهن خلال الفيديو. يلا حبايبي، حط لي دفترك وقلمك وتعال. اليوم عندنا ادوات السؤال، وهذه ادوات السؤال جدا مهمة، جدا جدا مهمة، نريد نحفظهن خلال الفيديو. شوف، يقول لك الوات معناها ماذا، والوات دائما نسأل بيها عن فد شيء غير عاقل. مثلا نقول what do you like، ماذا تحب، what do you eat يعني ماذا تأكل. فهذه أداة السؤال مهمة وأغلبكم يعرفها، what is your name كلكم يعرفها، بس شنو نريد نعرف أكثر؟ what ماذا، what ماذا، what ماذا، what ماذا، what ماذا، what ماذا. شنو معنى what ماذا، what ماذا، what ماذا. نجي على الأداة الثانية، هذه هو. شنو معناها؟ معناها من، هو من، هو من، هو من، هو من، هو بعفو، هو من، هو من. شنو معنى هو؟ معناها من، هو من، هو من، هو من. استاذ شلون احفظها وما انساها ابد؟ تكتبها كالتالي، تعال وياي، حط لي دفترك وقلمك وتعال وياي. هو معناها من، هو من، يعني من هو هذا الشخص؟ مثلا هو از محمد الخضير، من هو محمد الخضير، هو از يونس محمود، اي شيء، من هو فلان. هو من، يعني نسأل بها عن شخص عاقل. هو من، هو من، هو من، هو من، هو من، هو من. كتبها 15 مرة 12 مرة عادي، ماكو أي مشكلة. إذن اللي هو شنو معناها؟ معناها من، هو من، هو من. طيب نجي على الأداة اللي بعدها، وير أين، وير أين. طبعا هذا الدبليو ما يلفظ، ليش؟ لأن صعب نلفظها. يعني خلنا نقول وهي رير، مراهمة يا حبيبي، مراهمة، فما نلفظه. طيب نحذف هاي، زين. إذن الأداة الثانية شنية؟ وير. شنو معنى وير؟ معناها أين، وير أين، وير أين، وير أين، وير أين، وير أين، وير أين. وين، متى، وين، متى، وين، متى، وين، متى. شنو معنى وين؟ معناها متى، وين، متى، وين، متى، وين، متى، وين، متى. يلا الأداة اللي بعدها، وهي واي، لماذا، واي، لماذا، واي، لماذا. نسأل بها عن السبب. طبعا الوير، هذه الوير، إيه هذه الوير، نسأل بها عن المكان، نسأل بها عن من، نسأل بها عن المكان. الله أكبر، الله أكبر، دا يأذن الظهر وأنا صار لكم فيديو، كمل الفيديو على مود نروح نصلي. حبايبي التزموا بالصلاة، وينهم أصدقائي طلاب الأبطال؟ الصلاة جدا مهمة لكم يا أبطال. طيب الوير شنو معناها؟ معناها أين، وير أين، وير أين. نسأل بها عن شنو؟ عن المكان. مثلا نقول وير إز علي جو، أو وير داز علي جو، أين ذهب علي، هيك. إذن الوير معناها للمكان. استاذ هاي ويش تفيدنا؟ تفيدك بفهم أدوات السؤال، في فهمك بالسؤال تعرف شنو هو. طيب وين، متى، واي، لماذا. الوين نسأل بها عن شنو؟ عن الوقت. مثلا وين ديد علي جو، اي متى ذهب علي. اذا الوين شنو معناها؟ متى، وين، متى، وين، متى، وين، متى، وين، متى. واي، لماذا، واي، لماذا، واي، لماذا، واي، لماذا. شنو معنى واي؟ معناها لماذا، واي، لماذا، واي، لماذا، واي، لماذا. هاو، كيف، هاو، كيف، هاو، كيف، هاو، كيف. شنو معنى هاو؟ معناها كيف، هاو، كيف، هاو، كيف. Whose،
هوز لمن، هوز لمن، شنو معنى هوز؟ معناها لمن. حط لدفترك وقلمك وتقعد تكتب هوز لمن، هوز لمن، هوز لمن، هوز لمن، هوز لمن. الاش ما يلفظ، ما نقول وهيز، لا وهوز. وهوز غلط فيها ولا هوز، هوز لمن، هوز لمن. شنو معنى هوز؟ معناها لمن. هسه راح نجي على جماعة الكم. هسه هنا الهو راح يصير معناها كم. شنو راح يصير معنى الهو؟ كم. فمثلا هاو اوفن يعني كم مرة، الاوفن هنا معناها مرة، طبعا التي ما يلفظ. فشنو نقول؟ هاو اوفن، كم مرة. هاو اوفن، كم مرة. هاو اوفن، كم مرة. هاو اوفن، كم مرة. مرات يقولون يرفضونها، يقولون هاو اوفتن، بس هي يعني صح هاو اوفن عادي. هاو اوفن، كم مرة. شنو معنى هاو اوفن؟ كم مرة. هاو اوفن، كم مرة. هاو اوفن، كم مرة. هاو لونج، كم المدة. هاو لونج، كم المدة. هاو لونج، كم المدة. هاو لونج، كم المدة. تجي تكتب لي انت بالانجليزي، توقف الفيديو تكتب هاو لونج، كم المدة. شفت حبايبي؟ هيك هاو لونج، كم المدة. 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 هاو ماني، كم العدد. 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 يعني مثلا عدد، مثلا هاو ماني بوكس دو يو هاف، كم عدد الكتب التي تمتلكها انت. هيك هاو ماني، كم العدد. 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 هاو ماتش، كم الكميه. هاو ماتش، كم الكميه. هاو ماتش، كم الكميه. هاو ماتش، كم، يعني نسال عن كميه. هاو ماتش ميلك دو يو درينك افري داي، كم عدد او كم الكميه الحليب اللي انت تشربها. هيك هاو ماتش، كم الكميه. 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 مرات يجيك سؤال يقول لك تشوز. تشوز شنو معناها؟ معناها اختار. فانت لما نشوف السؤال بادي بتشوز، معناها بس يريدك تختار. تمام حبايبي؟ تشوز هذا يفيدك. تشوز اختار، تشوز اختار. شلون نحفظها؟ نكتب الكلمه تشوز اختار، او اختار نفس الشيء. تشوز اختار، تشوز اختار نفس الشيء، اختار او اختار. تشوز اختار بالعربي وبالانجليزي لا تنسى. choose اختار، choose اختار، choose اختار، choose اختار. choose choose اختار، choose اختار. complete اكمل. شنو يعني اكمل؟ هاي مرات تجيك فراغ، يعني يجيب لك هنا فد شيء وبعدين يقول لك اخر شيء complete، يعني يريدك انت اللي تكتب هذا الفراغ. زين حبايبي؟ يعني خاف يجيك فد يوم من الايام تحتاجه. يعني complete اكمل، 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 complete complete. هسه هاي كلمة طويلة، نحط الكمب واحد والبليت وحيد complete. فتعالوا وياي خلينا اعلمك شلون تحفظها اذا كانت طويلة. تعالوا وياي شوف، عندنا هاي كلمة complete، نحط بالبداية الكم، كم هذا، بعدين بليت، يعني صارت هاي وحيد وهاي وحيد. فنقول كم بعدين بليت، بس مو تفصلها، انا هسه قاعد افصلها على مود اعلمك. كمبليت اكمل، كمبليت اكمل، كمبليت اكمل، كمبليت اكمل. مرات يقول لك ماتش، شنو يعني ماتش؟ يعني اربط. شنو يعني اربط؟ يجيب لك قائمة اي، ها حبايبي، ويجيب لك قائمة بي. من يقول لك ماتش يريدك تكتب رقم واحد منه ياخر، شاخذ من هذني هيك، مو تسوي لي هالخطوط هيكي. هاي شنو هاي؟ وين لقيتها هاي؟ غلط، ديك صفر عليه. فتكتب رقم واحد ويا حرف مناسب وياه، او عادي اذا كتبت الجمله كلها. يعني مثلا اكتب مثلا رقم واحد، شنو ما يناسب وياه حسب المعنى. هاي كلها احنا راح ناخذها وندرسها بالتفصيل يعني بالمنهج مالتنا. يعني طيب ماتش اربط، ماتش اربط. فل ان يعني املأ الفراغات. شنو يعني املأ الفراغات؟ شنو يعني من يقول لك املأ الفراغات؟ شنو معناها؟ شوف
fill in يعني اكو فراغات لازم انت تمليها. شلون يعني؟ باول سان راح اعلمك شلون. يعني مثلا يجيب لك هنا هذا صندوق، هذا صندوق بيه كلمات، شبي بيه كلمات، ويجيب لك هنا حكي جمل ها حبايبي، ويجي هنا يكتب لك ويترك لك هنا فراغ زين حبايبي هنا وبعدين فراغ هنا. فانت يراد من عندك شنو شو تسوي انت؟ لازم تجيب الكلمات ذن الفوق ها حبايبي وتحطها وين بهذن الفراغات، بس شنو حسب المعنى، مو تجي ترتب بكيفك. فهنا انت ايش راح تسوي؟ راح تعتمد على من؟ نعتمد على المعنى والتمارين اللي موجوده عندنا بالكتاب نحفظهن ونحل. فمن تمن نشوف كلمه fill in يعني املى الفراغات، يعني كلمات فوق نجيبها جوا ننزلها حسب المعنى. فهاي كلمه fill in هي معناها املى الفراغات، fill in املى الفراغات، fill in املى الفراغات، fill in. شوف لي اياها كلمه fill in ماتش. لا تنسى هذين جدا مهمات واريدك تاخذ لي بيهن يعني ضبط لي اياهم 100%، كلش مهمات. عيد الفيديو 20 مره الا انا ضبطها. فل ان املا الفراغات، فل ان املا الفراغات، فل ان املا الفراغات. يلا هسه راح احذف الترجمه، اني راح نحذف الترجمه ونريد نعيدها ها حبايبي. يلا وياي على مود نحفظها. شوف حذفنا هذا العربي، هسه ايش راح نسوي؟ نعيد. يلا وات وات شنو؟ ماذا؟ هو من؟ وير اين؟ وين؟ متى؟ واي لماذا؟ هاو كيف؟ هوز لمن؟ هاو اوفن كم مره؟ هاو لونج كم المده؟ هاو ماني كم العدد؟ هاو ماتش كم الكمية؟ تشوز اختار، كمبليت اكمل، ماتش اربط، فلن املأ الفراغات. حبايب قلبي هسه انت من عددهن، مثلا خلينا نقول من عددهن خربطت بين الهاو والهو، هذني الكلمتين خربطت بيهن، ارجع النوب عيدهن ذن وحيدهن، طل اكتب بيهن الى ان تحفظهن. فزين حبايبي جدا مهمات ذن الكلمات، ارجوك احفظهن ارجوك. اذا انت عندك اخوك بالثاني متوسط دزل هيا، اذا انت عندك اخو بالاول متوسط دزل هيا، اذا انت عندك اخو بالرابع دزل هيا، لان كلش مهمات يعني اساس. تعرف شنو اساس؟ اذا ما حفظتهن راح كلش ما تعرف. فهاي ادوات السؤال اريدها تنحفظ يا حبايب قلبي. الى هنا ينتهي هذا الفيديو، نشوفكم بدرس جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.